فضيلة الشيخ عفى الله عنكم، ورد في الحديث المتفق عليه النهي عن وصي صلاة بصلاة حتى يتحدث أو يخرج، فهل الذكر الوارد بعد الصلاة يقوم مقام الحديث؟ وهل لو خرج من مصلاه إلى ساحة المسجد أو الملحق الخارجي يجزئه عن ذلك؟ نرجو التكرم بإجابة. نعم. الذي ورد هو حديث معاذ رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. فأما الخروج فظاهر أن يخرج أن يقوم من مقامه ويذهب إلى أهله، أن يقوم مكانه في الصلاة ويذهب إلى أهله. وأما الكلام فقيل المراد بالكلام هنا كلام الآدميين، لأنه هو الذي يحصل به التمييز بين الصلاتين، وأن التسبيح والتهليل لا يحصل به الفصل. وقال بعضهم بل يحصل به الفصل، لأن هذا التسبيح والتهليل وإن كان لا يقول الصلاة وليس من كلام الآدميين، لكنه علامة على انقضاء الصلاة وعلى فصل انفصال الصلاة الأولى عن الثانية. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إن الأولى أن يفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال، انتقال من مكانه. وبناء على كلام الفقهاء لو انتقل من مكانه الذي هو فيه في صلاة الفرض إلى مكان آخر في المسجد، سواء كان داخل المسقف أو في الرحبة، فإنه يحصل به المقصود. نعم.